مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله. احنا الآن نتواجد بدوار تعز، وبالضبط أمام مسجد دوار تعز. إن شاء الله الرحمن الرحيم، أسخ الله سبحانه وتعالى، بغينا نديرو واحد البادرة طيبة بصفتي كنائب رئيس الجمعية ديال دوار تعز. كنشتغلو إن شاء الله على واحد الدراسة اللي غادي تمكننا من تهيئة طريق المسجد ان شاء الله الرحمن الرحيم، تهيئه امام المسجد، وان شاء الله بجهد الله سبحانه وتعالى وجهد الساكنه ديال الدوار والجمعيه غادي نتمكنوا من سميتو من دراسه المشروع اخره من الاول حتى الاخر. انتما كتشوفوا هذه الحاله اللي كاينه هنايا، هذا الشيء هذا خصو يعني خصو الطبليط ديالو، خصو يتقاد، خصو المسائل ديالو، واش المسجد ها هو ما خصو حتى شي حاجه. جيت يعني بخير وعلى خير، حتى هو الميزانيه ديالو راه كاينه، كاين المحسنين اللي غادي يتكلفوا بالمسائل. دابا الحاجه اللي كان سميتو دابا اللي كندرسو دابا هي التبليط ديال هاد البلاصه هادي بالدرس، لانها محتاجه فعلا تهيئه. انتما كتشوفوا الطريق ديال الجامع هو طريق خايبه شي شويه بالنسبه للمحسنين اللي غادي يساهموا معنا.